زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقة. نستضيف من خلالها الداعية الإسلامي الشهير الدكتور حمزة الخالدي. سي حمزة مرحبا بك. الله يحفظك سي نداوي، بارك الله فيك. اش كيقول لكم الفوقية؟ تقول الفوقية ولا حمزة الخالدي بارك عليك. حمزة الخالدي الدكتور هذا ديال الدكتور فايش كيقول هذاك؟ الله يغفر لينا ولا حنا صايمين دابا، بغيتي عندنا اخويا لا تفكرش ذاك التعبير كيقول خليه ما تقول، ما كيعجبنيش ما كيعجبنيش اللي قالوا، انا لا اجعله في حل. يلا سير. مالو معك مدام؟ ما انا بعدا ما ماليش معاه هو، اللي مالو مع الدين ومع الاسلام ومع دين المغاربه. اه كان سجال عرفتي كبير بزاف. الحمد لله الحمد لله. عندك شي اخبار عليه سي فايد؟ مابقاش كنشوف. ما عرفتش اخي، ما عرفتش انا، ما عرفتش. حنا ما كنشخصموش الحوار، حنا كيكون حوار كذا. سي فايد رجل له مكانته وله زعما، وتندعيو مع ربي سبحانه وتعالى يهديه ويتوب عليه. صافي هادشي اللي كاين. يهديه ويتوب عليه. الله يهديه تيديه. ايوا ما يتكلفش شي في التخصصات اللي ما يعرفلهاش. حتى هو زعما عنده تبارك الله، راه ماشي زعما عنده في العشوب وداك الشيء مزيان. في الدين ما يهضرش. ايوا انت تقدر تهضر في الدين. علاش ما نهضرش انا في الدين؟ حاجة اللي ما تفهمهاش هضر فيها. حاجة اللي ما نفهمش كنقول ما كنفهمش. ايوا صافي مزيان، ولكن الا واش ما نهضرش مرة ونهضر عشوية. اهضر على قدر اللي عندك. على اللي عندك. المؤونة على قدري. انا كنهضر على اللي قدي. انا لست متخصص. هو واش كيقول؟ كيهضر أكثر من حجمه. ايوا كيقول لك مغاربة اللي في قدك يواتيك. لا دابا هذا هو المدخل ديالنا لهذ الحلقة. هو هذا الجانب مادام جبدنا السلفة الاجتهاد اليوم، واش الناس ما تجتهدش؟ دابا هذا هو النقاش اللي مطروح ديال المدونة الأسرة. واش الناس ما عندهاش الحق تجتهد وتفكر بما يناسب مقتضيات العصر ومشاكل العصر؟ واش نحطك في السياق ونمشيو في النقاش مزيان؟ وهذا كان نقاش مع عدد من الضيوف الكرام اللي كانوا حلوا عندنا هنا. هنا مربط الفرس هو أن الإسلام والقرآن كأول مصدر ديال التشريع، يعني عندما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام نزل مراعاة لبيئة اجتماعية فيها قريش، لغتهم عاداتهم ثقافتهم. طبعا جاء بأحكام، لأن اللي كيلخصه هو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن النقطة المفصلية اللي بغيت السي حمزة نمشيو فيها، واش الاسلام عندما والقران عندما نزل واش ما كانش استجابه وتفاعل، واش ما كيراعيش الشروط اللي كاين في ديك اللحظه؟ والشروط اللي كانت في ديك اللحظه اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه، واش هي الظروف ديال 2024؟ واش هي النيت حتى تبقى الاحكام هي النيت؟ الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه اهل الوفاء. رباه ولا تشعل صيحه في واد ولا نفخه في رماد. ما عندناش اشكال ملي كنتكلموا على الاجتهاد، تنتكلموا على الاجتهاد فاش؟ فاش نجتهدوا؟ فاش؟ تنتكلموا نجتهدوا في كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. اللي نزل الاسلام شكون هو؟ سيدي ربي سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لو كان كيف سيكون. اذا الله عز وجل لما جعل هذا الكتاب هذا خاتمه الرسالات وجعل هذا الاسلام هذا خاتمه الاديان، فانه علم ما سيكون الى قيام الساعه. بل عندنا باب كبير في القرآن وفي السنة النبوية على أشراط الساعة وكيف ستكون، بل عندنا في القرآن كيف سيكون عذاب أهل النار وعذاب أهل الجنة بالتفصيل. فكيف الله عز وجل الدنيا التي لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة لا يقدم فيها قواعد وقوانين يتصلح لكل زمان ومكان؟ نتكلموا على القاعدة، لما قلتي مكارم أخلاق تنتكلموا على قواعد الأخلاقية، القواعد الدينية. هذه القواعد الدينية في أساسها هي أخلاقية. لما تنقولوا أخلاقية يعني أننا نستنبط منها لكل زمان ومكان ما يصلح له، لا اقل ولا اكثر. شكون اللي غيستنبط؟ اللي يفهم هذه القواعد، اللي يفهم هذا الدين، اللي يفهم هذا الكتاب، اللي يفهم هذه السنه، اللي يفهم اقوال الصحابه، اللي يعرف يفرق بين الصحابي هذا فاش كان عالم وهذا فاش كان عالم، هذه اصول عمر، هذه اصول عبد الله بن سعود، هذه اصول عبد الله بن عباس، يعرف هذه الامور هذه، ومرحبا به. مرحبا يجتهد كيف ما بغى له القلب وراد. وسيدي قال اجتهد وغلط مسموح ليه من عند ربي. اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر واحد، واذا اصاب فله اجران. اذا شكون غيجتهد؟ اللي هو عنده العلم، اللي هو عنده الفهم، اللي هو عنده الدرايه، اللي عنده الباجاج باش يجتهد. ما كاين مشكل يجي يجتهد والباب مفتوح، ولكن فينا هما؟ فينا هما؟ قلال على رؤوس الاصابع. واذا كانوا شكون اللي كيقول لهم اجي اجتهد؟ فينا هو اللي كيعيط لهم باش يجتهدوا؟ فينا هما؟ ما كاينش. يعني من شروط الاجتهاد اولا هو ان الانسان يكون اول متمكن من المشاضر ديال التشريع بالقران والسنه والاجماع والقياس والى ذلك، ثم ضروري خص يكون يعني الايمان وخص فقه الواقع، فقه الواقع
وهلوم جرى. إذا مشي أي واحد يجي ويبدأ يجتهد دينا في الدين. عشان متى يقولوا فقه الواقع السيد المهداوي؟ أنا مثلاً أدرش أنا يعرف قوانين النقابة، يعرف كذا، خصو يعرف القوانين، يعرف الدساتير، يعرف المراحل القانونية كيفاش كتغير، كيفاش كتبدل، يكون مطلع على 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 جميع تقارير السياسة الجنائية، يكون مطلع على الإحصائيات ديال المندوبيات التنظيمية السامية للتخطيط، يكون هادشي ده كله من غير هادشي اللي قلت أنت الإجماع والقياس الاستحسان و هادشي تاوي خصو يكون فاهمه في الواقع عاد باش ممكن هو يهضر، حيت يقدر يهضر من جهة الشرع ويزبلها في الواقع، ويقدر يهضر من جهة الواقع وينزبلها في الشرع. فقضية أن الإنسان المجتهد راه بركة عظيمة في هذا الوطن هذا باش يكون. الناس خصهم دابا يهضروا في هذه المنطقة في المغرب. هذا في المغرب ناس يعني الحمد لله، يعني واحد الظاهرة زوينة خرجت لنا الحمد لله في القرن العشرين وبقات مستمرة، هو ظاهرة المجامع الفقهية. احنا نقولوا مثلا المجتهد فحال مثلا المالك ولا فحال الشافعي، صعيب القوا في واحد، ولكن دابا ممكن القوا في مجموعه. يعني كما كيدير سيدنا النصر والله لما كتجي عنده واحد التعديلات كيحيلها للمجلس العلمي الاعلى، المجلس العلمي الاعلى كيجمع العلماء د المغرب، الفقيه التاويل، الغازي الحسيني، ها فلان، جمع هادو كاملين وتينضروا في القانون باش حتى هذا فلتت له شي حاجه تينبوا عليه، هذا فلتت له شي حاجه تينبوا عليه، وتيكون واحد الاجماع. ايوا شنو الفضل؟ الفضل تيكون مع المجموعه ولا تيكون مع الفرد؟ الصواب احلى انه يكون مع المجموعه، وماشي اي مجموعه، مجموعه علماء. ايوا هادشي اللي خصنا نديرو، وهادشي راه ما يمكنش نديرو حنا كنهمشو علماءنا، هادشي راه ما يمكنش نديرو حنا كنقصيو علماءنا من النقاش العمومي. اسمح لي راه كتخربق العلماء مقصيين دابا، مقصيين. وتقول يجي بحال سي مصطفى بن حمزه العالم مربي الاجيال، يجي تقول يقول لك انا راه ما نبانش في التلفازه، راه ما يعجبهمش كلامي، راه مصيبه كارثه للاعلام براسو. هذه راه كارثه للاعلام وكارثه للمجتمع المغربي، ان واحد بحال هذاك ما ينظرش في المجتمع المغربي وما تكونش مشارك في تعديلات مدونه الاسره وفي المقترحات ديالها. ولكن الحمد لله مادام هو من رؤساء المجالس العلميه وداخل في المجلس العلمي الاعلى، راه غادي يوصل عنده الخبزه، خليهم يطبخوها كيف ما بغاو، هو اللي غادي يدخلها للفران، هما يعجنوها ويدخلها للفران. علاش تم اقصاء بن حمزه في نظرك؟ نعم في نظرك زعما السيد بن حمزه علاش تم الاقصاء ديالو؟ شوف دابا العلماء ديالنا راه عنده واحد التربيه خاصه مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المجتمع ديالهم ومع نفوسهم. يعني ما يتسناكش تقولوا سير في حالك، ولكن العالم يشوفك ما كبرتيش به، ها يشوفك تعاملتي مع التعب ما هواش، هو في غنى عنك، هو ما باغي لا دنياك لا والو، هو باغي قلبك يمشي عند سيدي ربي. من غير يشوفك انت كتخوى عليه وكدير له المشاكل ودير معاه وما تجيش وكذا، السلام عليكم شي في حالي، ما يتسناكش تقول له انت راه ممنوع، ما يتسناكش تقول له انت ممنوع. فالعالم عنده واحد المكانه، رجل عظيم في نفسه وعظيم بين ناسه، وتجي انت تصغر به واسمح لي وتحمد الله انه بغى يبان لك. راه كاين العلماء عندنا حنا وفي المجلس العلمي الاعلى وعلماء وفقهاء صحاح تيهرسوا الحجر، ولكن ما يبغيش يجي، هو اختيار ديالو ما جرى عليه حتى يوم عيطوا له ما يمشيش، كان ما يمشيش ورعا وزهدا. دابا هذا هما العلماء فيهم هذا الشيء هذا. فانت ملي تكون كتعامل مع العلماء تعامل معهم بهذه القيمه الكبيره ديالهم، حيت غادي وراه ماشي واحد باغي منك شي حاجه ولا جي على قبل مقابل، ولا انا دابا ملي جيت لعندك وانا ماشي عالم وقلت لك عطيني شي حاجه، اي منبر مشيت له كاع في المغرب، اي قناه، اي برنامج، واش عمري طلبت منهم ريال؟ درهم ما طلبتوش. انا ما جيتش انا على قبل الفلوس، جاي على قبل باش ننشر واحد الكلمه وحسنتي في الظل وانا جاي ندوز هذه الكلمه هذه. فهكذا ينبغي نتعامل مع العلماء. واخا مسائل خلافيه بغيت وجهه نظرك باش نطولش عليك بزاف، عدد من القضايا اللي موضوع جدل نبغي نشوف السي خالدي كذلك كيف يفكر فيها وكيف يراها. اصوات كتشوف مثلا، نعطيك مثال نبداو بالتعصيب، كاينه بعض وجهات نظر تقول بان التعصيب تخلق مشكل، وبان التعصيب مثلا واحد الانسان راكب واحد الثروه مع البنات ديالو وعدد من الناس علاقتهم بخوته ماشي مزيانه، تيقول ليس من المعقول يجي واحد العام ويدي واحد الحق وعلاقته ما ساهم في انتاج ثروه، ما علاقه طيبه، ما عمرو عقل كاع تقدر مثلا تلقى واحد عنده جوج بنات، تلقى الاب كان مريض كاع وما عقلش عليه خوه، او كان في الحبس وما مشاش شاف بنات وخوه، وفي الاخر يجي ياخذ. هل من العدل والانصاف هذه المنطقه؟ هذا خص يعني ما يكون، خصوصا تيقول لك مثلا انه التعصيب ما كانش في القران، يعني التعصيب ظهر ما 100 عام من بعد. هذه وجهات نظر. مثلا في التعصيب شنو كيقول السيد الحمزه؟ السيد الحمزه واخا خويا دابا احنا ما يمكنناش نبداو النقاش العمومي على واحد على وقائع. انت تقول لي واحد الناس عمهم جا ظلمهم، نقول لك واحد الناس بزاف، واحد الناس بزاف عمهم جا عطاهم من الثروه ديالو من ما تباهم،
ما يمكنش اي ما يمكنش يشدوا وقائع ونبداو نقولوا دابا اي واحد بانت له شي مشكله اخا قلت له خير المدونه ما عجبتنيش المدونه تبقى شي عليه هو عباد الله. ولذلك انا سميت هاد الناس هادو هوائيين لانهم تيشدوا وقائع واحداث استثنائيه وتيبغيو يبنيو عليها قوانين. ولا بقينا متابعين الهوائيين راه غنوليو نغنيو انا وياك على الخياط شوفوا له هو ما يدير بيا حيت علاش غنبقاو غير ملاوحين من جهه لجهه. الان لما تتكلم على المغرب تتكلم على المغرب باش غادي المغرب دابا بغيت نسولك دابا جا الغلا جات كورونا جاوا المشاكل الله يحفظ كان غيجي باش غادي المغرب شنو هي القاعده اللي غادي بها المغرب؟ ايوا نسولك انت هو التكافل الاجتماعي. ايوا التكافل الاجتماعي لما غادي تضرب انت العمام وغادي دير لهم هذا القانون هذا اش خليتي من التكافل الاجتماعي؟ ايوا هادو عندهم الفلوس حيد عمهم يورث معاهم واللي عمهم عنده الفلوس يقولوا انا لا انا راه هذوك لا مت انا راه غادي يورثوا معايا حتى هما ما نعطيهمش يمشيو يموتوا يدبروا راسهم يعاودوا مخهم. حنا ما عندناش هادشي حنا هذا التكافل الاجتماعي شي راه كتقسم التركه وكيجي هذا انتم باقيين صغار هاك انتم يتامى هاك انتم هادي هاك حنا غادي بالتكافل الاجتماعي هذا عنده هذا ما عندوش هذا يجيب البركه هذا يجيب البركه هكا غادي المغرب. ونظام التعصيب تيزيد يعزز العلاقات نظام الارث يزيد يعزز العلاقات بين المجتمع تيخليك انت محتاج لهذا وهذا محتاج لهذا وهذا محتاج لهذا وهذاك الاحتياج هو اللي عبر عليه ربنا سبحانه وتعالى وجعلناكم وجعلنا بعضكم لبعضين سخريه. لا ولكن نصت عليه السنه النبويه. لا واش ما كاينش في القران؟ لا دابا شوف عندنا حنايا الايات ديال الميراث كاين الحقوق التي نص عليها ربنا سبحانه وتعالى كيجي القياس القياس تيجي كيفرع لك ان هذا يقاس على الاب فان لم يكن له اخ وورثه ابواه فلاخ الرسول صلى الله عليه وسلم راه كاين في القران كانت واحد وجهه نظر ظهرت وجهه نظر ان المشرع الوحيد هو الله عز وجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمشرعا هو مفسرا لشرع الله عز وجل هو يعطي منفذا ولكن ليس بمشرع. انا كنسولك في هذا السياق هل التعصيب يعني كان في القران ام ما كانش في القران؟ راه كاينه صاحبي الكلاله وان كان يورث كلاله وان كان في سوره النساء امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وهو يرثها ان لم يكن لها ولد والنبي عليه الصلاه والسلام قال الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى لاول رجل ذكر لاول رجل ذكر وهذا اجمع عليه العلماء. لما العم تيورث فهو يحمل نسب ولما يحمل نسب فهو مطالب بان يرعى ها ابناء اخيه وهذا مروءه وديانه. فلما تجيب لي واقعه وتقول لي لا احقر عمهم جد الفلوس وخلاهم برا اذا هذا راه مشكل ديال من لا ماشي لا ما فهمتينيش دابا انا كنقول لك السي خالدي جوهر النقاش هو ان الاسلام يعني صالح لكل زمان ومكان مزيان هاد العمليه وهل سد باب الاجتهاد؟ دابا الاشكال فين كاين هو اليوم كاين اشكالات جديده مثلا المراه خرجت لسوق الشغل بشكل كبير الالتزامات اللي ولات عند المراه هي نفس الالتزامات اللي عند الرجل وبالتالي كيقول لك خاص المساواه مادام الالتزامات واحده بين المراه وبين الرجل وهذا الشيء خاص اعاده النظر باش ما تهضمش الحقوق في هذا المستوى. مثلا كنقول لك مثلا غير التعصيب ما كايناش في القران كاين في السنه ما كاين باس اذا كاين اشياء ما كاينش في القران علقوها في السنه ما كاينش اشياء في السنه غلقوها مثلا في الاجماع او علقوها في القياس او سد الذرائع او هلو مجر الفكره شنو هي الاساسيه اللي كيقولوا اصحاب هذه وجهه النظر تيقول لك ان الاسلام رحيم وان الاسلام يعني يتسع صدره لباب الاجتهاد. المشكل في الفقه مشكل فيكم ماشي في الدين انتما الاسلام قادر يستوعب اشكالات الواقع الاسلام قادر يتكيف مع كل واقع ولكن انتما كتعطيو واحد الطابع الاسلام كان الاسلام يعني قاصر والمشكل في الفقه ماشي في الدين كاين فرق بين الفقهاء الفقه هو قراءتكم للدين ان المشكل فيكم هذا هما وجهه نظر تيقول لكم ان والدليل على ان التعصيب ما كاينش او مثلا سيدنا عمر بن الخطاب كيفاش واجه المشكله ديال السرقه مثلا ديال الجمال عدد من الواقع نعطيك مثال مثلا السبايا مثلا كاين بعض الاشياء اللي مثلا كانت فيها ايات فواحد ولكن اليوم ما كاينش مثلا ما ملكت ايمانكم مثلا بالنسبه دابا ما كايناش دابا ما كايناش واذا كانت واذا جات دابا ما كاينش عندك في المغرب واذا كانت في بلاد اخرى نحيدوا هذه الايه حنا كيفاش نحيدوها وعدم وجود الدواء لا يعني عوده على الاصل بالابطال اذا كانت الايه انت ما واجبش حقك الزكاه نحيدوا الزكاه حنا من الاسلام لا ايوا صافي وما كاينش كي غنديروا هنا حنا غنعيشوا بنظام ديال بلاصه اخرى كاين نظام بلاصه اخرى الاسلام ها هو انا فاهمك لا اسمع دابا كاينه مشكله في افغانستان
كاين السبايا ولا المشكله تحل عند الشرع عندها حل. كي غندولها هنا شنو عندك المشكل هنا؟ عطيني المشكل اللي عندك هنا. يجتهدوا الناس، تقول لي يجتهدوا الناس، فاش يجتهدوا؟ فاش يجتهدوا؟ فاش غيجتهدوا؟ وريني الاجتهاد نقول لك ها واش فاش يجتهدوا. اسمعني، ديك صالحه لكل زمان ومكان. اي عطيني الحكم، ما تعطينيش النظريات. عطيك مثال، ما تعطينيش النظري، النظري خليه، عطيني الحكم، عطيني شنو شي 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 مساله من المسائل. القتل ما القتل، شنو حكم القتل؟ اللي قتل واش يولد ولا ما يولدش؟ القاتل هذاك مانع من موانع الارث. مانع من موانع الارث. دابا اللي قتل، الا قتله هو باش يورث، مانع من موانع الارث معروفه هذه. فين كاين؟ معروفه في الفقه، معروفه في الاحاديث، معروفه في السنه. القتل اي قاتل. قتلتيه حجبته عن الارث. حجبته عن الارث. الا قتل بالخطا يورث ولا ما يورثش؟ دابا بلاتي، ودابا ها انت، ولا قتل بالخطا ماشي ولا قتل بالعمد. انا كنسولك. يورث. يورث لانه قتل بالخطا. ولكن القتل بالخطأ مغفور يا أخي في الإسلام، يعطى دية، مغفور في الإسلام. شنو في القرآن فيه كده؟ مغفور في الإسلام. لا في القرآن. في القرآن كينا ومن يقتل مؤمنا خطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ فجزاؤه. فما قتل نفسا بغير حق نفسا بالأرض فكأنما قتل. هذيك القتل المتعمد في سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أما القتل المؤمن الخطأ فهذا فيه دية، لأنك لا. شنو هي الآية؟ والآية بلاتي نستحضر الآية، الله المستعان. إلا قتلتي بالخطأ واش تورث ولا ما تورث؟ واش تورث ولا ما تورث؟ يورث بإجماع. الإمام الشافعي وابن حنبل تيقول لك لا يرث. لا، علاش لا يرث؟ إيوا دابا شنو هو المانع؟ دابا شوف، اسمعني، شنو هو المانع؟ اسمعني السي حمزة، ماشي أنا المهداوي، أنا عاد كنقول لك الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل تيقول لك ما يورث. الامام حنا المذهب المالكي تيورث. ها هما جوج ديال الائمه، علاش كنقول لك الجهاد دابا كيفاش غنفسروا؟ نفس المسلمين، القران نازل على المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم نازل، الرسول صلى الله عليه وسلم على الشافعي، على الامام مالك وعلى ابن حنبل. وهذه ماشي قضيه مرتبطه بواقع الجماعيه. شوف القتل بشكل عام، امام احمد بن حنبل لا يجيز لقاتل بالخطا الورث. ايوا دابا بلاتي لا الشافعي ولا ابن حنبل. وان اجاز له عدم الميراث، فين هو المشكل؟ اذا اجاز له الشافعي في واقعه، في اجتهاده، في مصره، اجاز له لم يجيز له ان يرث، فين كاين المشكل؟ فين كاين المشكل؟ هذا الاجتهاد. ايوا ها هو الاجتهاد، هذاك اجتهد في واقع، وهذا اجتهد في واقع. اي فهمتينيش، دابا الواقع كنجتهدوا فيه بحال مثلا كنجتهدوا في شي مشكله اللي كاينه خاصيه. القتل دابا فاش كيف بحال القتل هو القتل بخطا، شنو واش من الاجتهاد؟ الاجتهاد من الاجتهاد منين كيجي؟ باش كيجتهدوا؟ تيجتهدوا بناء على النصوص الشرعيه. اي دابا هو قدر، هو نعم النصوص واحده. والشافعي عنده شي قران اخر؟ لا ماشي نفس الواحد. والامام مالك عنده قران اخر؟ والسن باطل الحكم بناء على الواقع. والحكم لا، ما عندها علاقه بواقع. قتل خطا، هذه على القتل خطا. القتل خطا. شنو فين الاختلاف؟ احنا قتل خطا في المانيا هو القتل خطا في فرنسا هو في المغرب قتل خطا. ماشي مثلا غنقولوا مثلا وضعيه العمال في فرنسا ماشي بحال وضعيه، هذا اختلاف. غنقولوا مثلا الشمس في شي بلاصه مختلفه، الشمس في افغانستان ماشي الشمس في كذا. هذا قتل خطا ما فيه اختلاف. قتل في الهند هو القتل بخطا. لماذا احمد بن حنبل والشافعي؟ شنو بغيت نوصل لك من هذا الشيء كامل؟ ان باب الاجتهاد ماشي كنقولوا ان الناس ورا اجتهدوا. احنا شوف شكون سد عليك باب الاجتهاد؟ اجتهدوا بناء الامام احمد ولا الشافعي راوا ان قاتل النفس خطا لا يرث، بناء على ان هذا القتل هذا سيورث ضغينه في قلوب الابناء وكذا 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 وكذا، فرعايه لمصلحه القرابه وصله الرحم فكانت هذه عقوبه ملحقه مع عقوبه الصيام شهرين متتابعين او غير ذلك مما يترتب على القتل الخطا. هادو قال لك لا يرث لان العقوبه تكفيه. من جابوا الاجتهاد بجوجهم؟ وهذاك عنده النص، وهذاك عنده النص، هذاك واحد. لا ودابا هذاك عنده، هذاك اعتبر هنا تعتبروا المآلات، تعتبروا المآلات. نعطيك مثال وهذا راه من ساعة الشريعة. بحال دابا محكمة النقد في القانون الوضعي، شنو كدير محكمة النقد؟ من جملة المهام ديالها توحدوا الاجتهاد القضائي. كتوحدوا؟ لا ما تتوحدوش في العمل الممارسه القضائيه ما تتوحدوش. بالعكس، القاضي ميتجي عنده انت تقول له قاتل النفس الخطا ويا ريت او لا ريت، يقول لك اعطيهم ليا بجوج وغنضر انا في الحاله. اي عمل بالمجتهدات بجوج. اين المحكمه؟
القاضي مي غيجي يحكم ما سمعتينيش مزيان. هي محكمه قلت انت محكمه النقد. شنو وظيفه محكمه النقد؟ محكمه النقد تنقد الحكم اللي كيطلع عندها. أيه. الا حكمت به محكمه ابتدائيه. فهمتينيش. محكمه النقد من جمله المهام ديالها هو كتوحد للجهات القضائيه. ما معنى كتوحد للجهات القضائيه؟ هو انك انت قاضي في الدرجه الاولى ولا في الدرجه الثانيه استئناف يمكن لك تشهد الاخر كيقول هذه الفكره الاخر كيقول، ولكن ملي كنطلعوا عند محكمه النقد كاعلى درجه قضائيه ما يمكنلهاش تعطي جوج الاحكام متناقضه. مثلا الا حكمت في واحد الواقعه وشهدت فيها خاص جميع الاحكام اللي كتكون فيها نفس الخصائص نفس المعطيات يكون فيها حكم واحد. شنو قلت لك انا؟ وديك محكمه النقد مزيان مزيان القاضي في محكمه النقد يكون عنده يكون قبل ما يحكم هو يوحد باش غيوحد غيوحد معطيات ملي تيكون عنده اجتهادات ملي كيكون عنده اجتهاد تيكون عنده اجتهاد هنا ديال انه يا ريت انه هنا لا يريت ينظر في الواقعه اللي ترفعت ليه. دابا مثلا تحكمت محكمه ابتدائيه بحكم واقعه وحده ماشي جوج ورا واقعه وحده باش هو غيوحد باش كيوحد علاش كيعتمد واقعه وحده باش كيوحد الحكم في الواقعه ملي تكحش في ليه انا معاك باش يوحد الحكم في الواقعه داكش نقالي لا ما تخافش لا قربتي عندي لا انا وانت اللي دير طابله قصيره باش يوحد الحكم هو جاوبني هو باش يوحد الحكم بناء على شنو كيفاش كيبان دابا هذا القاضي في محكمه النقد باش يوحد الحكم بناء على القانون لا والقانون شنو هو واقعه اسمعني مزيان باش تفهمني ماشي غنجيبوا له جوج واقعه مختلفه وغيوحد لنا الحكم وواقعه وحده واقعه وحده واحد قسم نفس خطا واحد وصدر فيها جوج الاحكام مختلفه اي مزيان مزيان يكون هذه مزيان كيجي هو كيحكم باش كيحكم كيحكم علاش كيعتمد باش يحكم هذيك الواقعه القانون والواقعية والقانون والقانون علاش يتم القانون إلا ما كاينش نص عندنا في القانون راه كاين المادة 400 هو أنه كل ما لم يرد به نص في المدونة يرجع فيه إلى الفقه المالكي هو ما يرجع للفقه عموما غيلقى بأن الشافعية يقولون هذا الكلام والمالكية يقولون هذا الكلام إذا هذا القاضي لما تيحكم في هذه المسألة هذه راه لم يخرج عن شرع الله وإنما حكم داخل الفقه إلى رام الشافعية والمالكية والحنفية فهو رام إلى اجتهاد العلماء إلى رام الشافعية والحنفية رام اجتهاد ما توحد حيت هو أنت كتخلي له جوج خيارات باش هو تينظر في الواقعة واش هادو إلى وردت لهم عمهم واش غادي تموت القتيله لا ماشي حاله لا وحاله حاله لا سي خالد لا سي خالد لا سي خالد هذا حكم عام عند الحنبل عند ابن احمد بن حنبل وعند امام الشافعي حكم العقل اي واحد قتل عمدا او خطا ما كيتورثش الامام المالكي اذا قتلتي بالخطا تورث هذه ماشي حاله ديال احمد وشوفوا عمهم وكذا وحكم صادم باش كيكونوا عندك جوج الاقوالات سي المهداوي جوج الاقوالات سي المهداوي وانت قدامك حاله فتختار لها القول الانسب لها أيه. وصافي علاش اي حاله اي حاله دابا انت قبيله كتقول لي يا سي المهداوي محكمه النقد محكمه النقد علاش كنرفعوا لها الحكم مي كيوقع مي يرفضوا رفض المدعي الحكم ديال الابتدائيه ويترفع على الاستئناف عاوتاني الطرف تيطلع محكمه النقد فاني ملي تيكون عندي جوج الاراء جوج الاقوال راه ما مشيتش فين انا اجتهد راه دابا هذا هو هذه القصه انا اجتهد ما مشيتش فين انا اجتهدت وسط الشرع وانا عندي سند عندي قول شي انا ملي تيجي المغربي ويقول لك الفقيه يقول لك علاش هما يا المدونه ليست شرعيه علاش ليست شرعيه لانها لم تحتكم الى قول النبي صلى الله عليه وسلم في سميتو في الولايه الزواج وان اسقط الولايه عنه ومشاو للمذهب الحنفيه كنقول له بعدا الحمد لله مشاو للمذهب ما خرجوش لنا شي قول من شي بلاصه اخرى راه هما داخل المذهب اذا هو تيجتهد داخل اطار مذاهب ماشي كيجيب شي قول ما كاينش كاع ما عرفناش منين جاي كاع على 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 العلاقات الرضائيه كاين في شي مذهب وهادشي اللي كنقولوا انت اجتهد ما كاين مشكل ولكن اجتهد داخل المذاهب هنا انا معاك اجتهد داخل حكم شرعي انا معاك وتجتهد مع وجود النص وتخالف النص اسمح لي اعطيني شكون انت وعلاش بنيتي وانا معاك ماشي مشكل شنو كيقول السي حمزه بخصوص التعدد غير بغيت نسول انا واش المشكل عندنا في المغرب اليوم هو التعدد انا طلعت اليوم قبل ما نجي طلعت على ملف السيادات الجنائيه 87 الف حاله طلاق وتيقول التقرير ان اكثر من 80% من هاد 87 الف حاله طلاق في 2021 طلاق اتفاقي عندنا المشكله صاحبي دابا في اللي عنده وحده ما قادرش عليها اما التعدد راه حل من حلول الاجتماع حلول المجتمع وهو شريعة ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أنا ما غنعدد ولكن أحترم التعدد ماشي حيت أنا خايف المرة نقول لا والتعدد ونكتفي بواحد لا خاي التعدد مباح ويقدر يكون واجب تعتري الأحكام الخمسة يقدر يكون مستحب ويقدر يكون مكروه ويقدر يكون حرام على والتعدد في خبرك واحد القضية السي مهداوي التعدد ما حرمته حتى شي شريعة عطيني شريعه واحده حرمت التعدد شي حتى هذاك المارونيين لما 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 اباحوا التعدد وداروا 48 امراه
فداك جوزيف سميث ديالهم دار 48 مرة ردوا عليه الكاثوليك قالوا له لا النساء لا يتزوجن عندنا فإنهن عرائس المسيح. حنا دول بروتستانت ردوا عليه شنو قالوا له؟ قالوا له نرى بأن الزواج وبأن التعدد هو مقدس وأكثر من هذا أكثر من هذا أكثر من هذا. المفكرين ديالهم المفكرين ديالهم كاين واحد سميتو إدوارد ويستر إدوارد ويستر عنده تاريخ الزواج كتاب سميتو تاريخ الزواج وإيرلندي قال إن القوانين التي منعت التعدد في أوروبا تضطر لفتحه بسبب مشاكل الأسرة والمجتمع. لما تقولك أنا تقرير مندوبية السامية للتخطيط الجديد ديال 2021 شحال كاينة من المرأة في المغرب مندوبية السامية للتخطيط الحبيب قالت لك سيدي في المغرب كاين 38 مليون نسمة ديال 2018 36 مليون نسمة شحال كاين في 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 في, 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 في الإناث كاين في الإناث 20 مليون نسمة قال لك الإناث 40% منهم ما مزوجينش أرامل عوانس مطلقات هادو 40% 40% من 20 مليون شحال جات 8 المليون 8 المليون في المقابل الأولاد اللي هما ما مزوجينش 3 المليون شنو غادي ندير لهم ندير لهم الحل اللي قال لهم راسل الويلزي هذا الملحد بيترنارد راسل شنو قال لهم قال لهم عندنا 2 المليون ماكش موجود داكشي ديالو قال لهم عندنا هنايا دابا حنايا في بريطانيا 2 المليون عانس قال لهم واش نحرموهم من 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 نحرموهم من 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 الشهوه هذا ظلم لهم اذا الحل هو نخليهم يصطادون الرجال هذا كلامه يصطادون الرجال نسمح لهم باصطياد الرجال ويقضين شهوتهن ويستولدن واولادهن ترعاهم الدوله ايوا دابا الحل اللي بغى ليهم راسل لا سي خالدي بهذا المنطق مثلا في التعدد واش يمكن في شي واقع اخر انا كنسولك بناء على واحد القاعده قلتي ديال الاجتهاد على حساب كل منطقه وهذه الاسلام كيقبل الاجتهاد واش يمكن في شي منطقه ما الاجتهاد او لظروف ما تجيز مثلا عدم التعدد مثلا لا التعدد هو شريعه أباحها الله عز وجل ينظر في حال الشخص نفسه راه قلت لك تعتري الأحكام الخمسة يقدر يكون واجب يقدر يكون حرام يقدر يكون حرام في حقه احنا دابا قلنا هي كراسل قال هذا الكلام شكون رد عليه شوبنهاور الماني دابا حنا تنهضروا حنا ما نمشي نمشي كاع نهضروا في شوبنهاور الماني قال له راسل قال له حنا في لندن دابا عندنا 80 مرأة 80 ألف مرأة بائعة هوى يعني ملك عمومي قال له سفك دم شرفهن على مذبحة قانون الاكتفاء بالمرأة الواحدة فأصبحنا ملكا عاما شنو غادي نديروا لهم نديرهم كما قال غوستاف لوبون قال لهم لو أخذنا تعدد عند المسلمين هو كان قبل المسلمين ولكن تحسنت أحوال المسلمين بالتعدد وحال نساء المسلمين أفضل من حال نساء أوروبا إذا نحن كنا ندرو الواقع شنو غنحلو عندنا هذا الحل أعطيني شي حل أنت دابا لهاد العوانس المطلقات الأرامل أعطيني حل ما فهمتش هاد العملية ديال هاد المثال اللي عطيتيني كيفاش زعما حنا في المغرب شنو عندنا مقارنة معاه حنا عندنا العوانس عندنا 8 مليون وحدة مطلقة ما مزوجاش أرملة شنو الحل ديالهم وريني شنو الحل ديالهم الحل ديالهم هو التعدد وشنو الحل ديالهم حيد التعدد شنو الحل ديالهم لو علاش العنوسة شنو سببها دابا أعطيني أنت شنو الحل ديالهم وعندنا 3 مليون مغربي وعندنا 8 مليون مغربية شنو الحل دابا عطيني انت شي حل 3 مليون مزوجي 3 مليون 3 مليون مغربي عازب ولا مطلق ولا مثل الزوجة ديالو وعندنا 8 مليون مغربية نفس الشيء عطيني شي حل 8 مليون مغربية ما مزوجاش ولا أرملة ولا ديال من هاد الأرقام هادو المندوبية السامية للتخطيط عطيني دابا انت شي حل ودخل دابا شوفو اعطيني شي حاجه انت هو الحل اعطيه لي انت انا قلت لك تعدد وانا قول لي انت الحل انا قلت لك تعدد انت اللي كتجاوب انا رحمه الله عز وجل التعدد نزوجهم والتعدد راه ماشي في الشهوه التعدد راه مسؤوليه راه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من كانت عنده زوجتان ومال لاحداهما بعث يوم القيامه واحدى شقيه مائل راه مسؤوليه التعدد راه ماشي شهوه كما تيشوفوا هاد الناس هادو التعدد راه مسؤوليه ربعه البيوت ربعه النسيبات ربعه المصاريف ربعه واحد ما قد على وحده دابا التعدد مجرم في المغرب دابا ما مجرمش واخا ولكن مضيق عليه خصو يتفتح مزيان معك وحده بوحده عندنا 8 المليون ديال النساء ما مزوجاش تبع معايا مزيان انا معاك عندنا 8 ديال المراه المغربيه مزوجوش في المغرب وعندنا 3 مالهم 3 مليون 3 مليون حتى هما ما مزوجين ذكور خصهم يتزوجوا باش نحلوا هذه المشكله التعدد ما مجرمش مال هادو ما تجاوزوش 8 في هاد الايام لا مضيق عليه شكون اللي مضيق هاد القوانين مدونة الاسره غادي يقول لك اخويا اما غدوز بالاذن ديال القاضي ولا وما تمانعش المراه الموافقه اختها تعطيها لك المراه هو كيبقى ديما المشكل كيدفع الدوسي كيترفض ليه
وخصوصا الا دزتي عند شي وحده دابا كون ما كانش هذا المشكل كون تحل هذا المشكل ايوا خصهم يسهلوا المسطره ديال التعدد ومسطره ديال الزواج المختلط حتى هما يسهلوها حتى هي حيت شحال من وحده مسكينه هي كتلقى الحل انها تمشي تتزوج بواحد السعوديه ولا واحد من الامارات ولا واحد من فرنسا ولا واحد من كذا وكتبقى معلقه ما هي مرام في المغرب ما هي مرا ليه كتبقى معلقه تمي صارت تزوج مختلط خصهم يسترو فيه تكون بيد القاضي ولا تبقى في مع القاضي ماشي شغله خصو يتحط لها قانون ماشي شغل القاضي ماشي شغل القاضي يدير واحد المجموعه ديال القوانين انه خصو يجيب الملاءة الماليه صافي عنده اكتفاء الملاءة الماليه صافي ما ندورش للزوجه الزوجه ماشي شغلها تزوج الثانيه الثالثه الرابعه ماشي شغلها مادام انت مقتدر تزوج الثالثه الرابعه تزوج حد الرابعه ما حنا نديرو بحال الهنود عرفتي الهنود شحال عندهم هندوسيه عندهم 10000 انت شحال مزوج وانا مجوج اللي قسم الله ما لا دابا حيت كعالي باش يقولوا الناس ودي في حالي لا يسمح لي حيت واحد السؤال مهم جدا دابا هذا موضوع مطروح ملي كنسول اي تيبقى عليا بالتعدد وكتلقى هو ما قادرش يعدد ولا ما مخلياش المراه يعدد لا لا ما متخلاش بالعكس الله يجازيها بخير حيت حالي قال لي دازوا عندي ما كيعدوا لا الله 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 شوف هذه راه قلتها ديما انا كنت تنقولها ديما واش انت معدد عباش تكون معدد الحمد لله عندك مره ثانيه الحمد لله هاكا الحمد لله ولا رزقنا الثالثه والرابعه مزيان ما عندناش مشكل فيك لا ما كاين ماشي مشكل فهمني كنبغي غير نشوف حيت بزاف ديال الناس كنلقاو التعدد هو ما كيعدش بغيت نفهم هذا واش راه شي اللي قلت لك انا شي هو التعدد راه حاله انسانيه في المجتمع الا نظرنا ليها بهذه النظره ديال شوبنهاور والنظره ديال غوستاف لوبون والنظره ديال هذاك سميتو ويستر هذا حاله اجتماعيه انسانيه اخلاقيه انك انت كتشوف النساء عوانس وعندك القدره انت كتجيب هذه وتجيب هذه ماشي على زينها ولا على كذا ولا على كذا ولا فقط الشيء واحد لسبب واحد راه كاين اسباب اخرى كتحملها مور داك الشيء واش كلشي واش الشروط ديال التعدد واش اي واحد يعدد بالضبط الجانب الاقتصادي اللي قادر اقتصادي جميع في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله راه الا ما كنتش قادر الا ما كنتش قادر وحده ما لا تجوز لك وحده لا تجوز لك الا ما كنتش قادر هذاك الشيء ديال هذاك الشيء ديال سين مسكين تزوج مسكينه وتهنت المدينه وقسم قضاء ارضى عليا بلي قسم الله ورضى شوف يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فليصوم فهو له وجاء عندك فلوس ديدا خير مرحبا ما عندك سير تكمل والله ما سولتكش هذا القضيه شنو كدير في غزه يا ولد جاوبتك على هذه القضيه هذه انا خويا مدير ديال شركات تاجر عندك شركات عندي شركات الحمد لله ما في رباط انت قادر على التعدد الحمد لله ان شاء الله ما عندوش واللي ما عندوش سأل الله حتى يغنيهم الله من فضله وليستعفف الذين لا يجدون لك حتى يغنيهم الله من فضله من يغني الله من فضله ديالو يفتح الباب وغير يكون عادل والعدل هنا تنقولوا العدل في النفقه والعدل في المبيت ما تشكنوش العدل القلبي داك لا يملكه الا الله عز وجل واخا الولايه الى ولايه اش تقصد الولايه للمراه مثلا في الولايه بجوج المستويات واخا ماشي واحد جوج الاطفال تكون عندهم ولايه وخاصه ديما بعد الطلاق مثلا والولايه ديال المحل مثلا المراه القاضيه ولا المراه الولايه شوف بالنسبه للاولاد والفقه المالكي تيقول وصرفوها الى النساء ليقول انهن في الامور اشفاق يعني الولايه المراه تكون بعد الزواج في الوليدات انها تحضنهم انها حتى يبلغوا سن الرشد ويختاروا اللي بغاو ما كاينش اشكال عندنا في الفقه المالكي الحمد لله اما القضاء وكذا ما عندنا الحديث يمنعوا هذا امر واضح داروه ما داروش شوف حنا تنقولوا هالحكم الشرعي داروه ما داروش شغالهم هذا دونك انت ضد المراه تكون قاضيه ضدها تماما علاش زعما وتكون موثقه تكون طبيبه انا ماشي ضد المراه ضدها في هذا المنصب تكون طبيبه تكون مهندسه تكون تاجره تكون مهندسه زراعيه تكون كذا تكون ما عنديش مشكل ولكن هذه ورد فيها النص دابا المشكله هو منطلقات انا اللي كيوقفني نقول ونقول لا هو شرع الله انا عندي منطلق شي نهار نغلط قول لي غلطتي شرع الله نقول لك غلط سمح لي حني راسي اللي ورد فيها نص ما نهضروش فيها ما نهضروش فيها حيت انا وانت ما غنعرفوش قد الله عز وجل وثم الا درنا شي مساله وخا فينا فيها شرع الله غنوقفوا قدام الله وغيسولنا وقفوهم انهم مسؤولون يعني الامور اللي ورد فيها نص ما يمكنش يكون فيها ما هو لا اجتهاد مع النص ولكن لا اجتهاد مع وجود نص وانت دابا استشهدتي لي بالمذهب المالكي وعندنا لا وصيه لوارث لا وصيه لوارث الماده 280 مدونه الاسره كتقول لا وصيه الا اذا اجازها الورثه ولكن في القران شنو كيقول الله عز وجل ياك
كتب عليكم إذا حضر كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا, إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نصيحات بإجماع العلماء معروف. كيفاش نصيحات؟ نصيحات بإجماع العلماء. الحديث راه معروف, كانت كان المال للولد والوصية للوالدين حتى قضى الله بما أحب, فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين, وجعل للوالدين السدس لكل واحد منهما, وجعل للزوجة الربع الثمن والربع, وجعل للزوج الشطر والربع والشطر. عندما هذه الآية نسخت نسخت آية الموارث, يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فريضة من الله, فقسم الله الميراث. صافي سالينا قسم الله الميراث. حيت دابا المشكل الوصية يقع فيها ظلم. انت لما تتوصي لوالديك مثلا بالنصف فمشكلة, الدراري كيضيعوا. ايوا الوالد ديالك ولا الوالدة ديالك قلقهم وقلقوهم احفاد, هادوك شكون ولادهم؟ هادوك احفادهم, فهمتي؟ وصيتي لولدك, ولدك وصيتي له بالنصف, ظلمتي خوته. ما صالحاش الوصية. في الآية الأولى النصيحة جات من وراء هذا بالأخرى. جات من وراءها. والأولى كيف شنو السياق اللي خرج فيها؟ السياق اللي خرجت فيه شوف بحال سياق الخمر, بحال سياق الخمر. تدرج في التشريع. بحال سياق الخمر تجرد التشريع. هذا هو الحكم الثابت. راه النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد الحديث راه خصني نفهموه. ما تركت شيئا فخرجت الوداع, ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به, وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أرجع معك هذا النقطة اللي ربما لماذا المرأة ما تكونش قاضية؟ ورد عنه ورد النص ما لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. القضاء لا تتولى امرأة, الحكم لا تتولى امرأة. تولى شوف راح نمشي ضد المرأة. أنا قلت لك تولى التعليم, تولى التدريس. حديث نبوي شريف صحيح. في الأول في الأخير لا سلطان لي على الناس, ولكن أنا من غياش ديني, هذا هو الأصل. من غياش ديني أنا كنعيش مع واحد يسكر, أنا كنعيش مع واحد تيدير القمر القمار, ولكن أنا كنها دبر راسه دار ولا ما درش, أنا لا سلطان لي عليه. فهمتي؟ هو الأصل هو أنني نحافظ على هيبة الشرع, ما نقربش لشرع الله عز وجل. هما بان لهم شي حاجة ودخلوا ولادهم وما يتحملوا مسؤوليتهم. أما أنا نبقى ثابت في كلامي. ولكن علاش عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتعرف الشفة بنت عبد الله القرشية كانت دارها محتسبة في السوق. ما عليه صح, لا يصح هذه كلها, لا هذه كلها لا تصح. ما كاينش تقلبت القضاء ضعيف هذاك الشيء. لا ضعيف الشفاء بنت عبد الله. اي الشفاء اي ضعيف الحديث. وهذا ديال الى الى جعلها محتسبه ما جعلها قاضيه وما جعلها الحسبه. راه تقريبا نفس الحال. الحسبه ماشي هي القضاء. القضاء هو الفصل بين المتخاصمين. واسمح لي, والحسبه على فرض صحتها ماشي هي القضاء. وحنا ماشي ضد المراه, عشان نقولوا شيء. ما حنا ماشي ضد المراه. المراه تكون كونطابل, تكون محاسبة, تكون محاسبة. علاش ما تكونش قضية؟ مثلا شنو العلة بغيتي؟ واخويا أنا والله ما نفكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالها النبي صلى الله عليه وسلم سالينا. أنا نفهم أكثر من النبي. أنت تفهم أكثر من النبي. دابا اللي حكمت عليك المرأة. وجاوب. وجوج الناس موت. لا أعوذ بالله. إيوا صافي ساليها. نعاود ثاني شوف هناك الله. لا درتي بحال هكا ما تبقاش تفكر. هذا هو الطريقة. طبيعة الحال أنا فكرت في المتاح. دابا شوف ها هو أنا عطيتك الموت الخطأ في القتل. الإمام بن حنبل كيفكر في شكل. شوف ما تيفكرش في شكل, ما تيفكرش في شكل. النبي صلى الله عليه وسلم راه قلت لك أنا الحديث شنو هو يا. القاتل لا يرث. الحديث واضح, القاتل لا يرث. ولكن حنا لما تنظروا هنا الآية الحديث ورد فيه أنه قاتل العمد. واخا التعدد زيد أخي, ما التعدد الزواج والتعدد واش واجب ولا اختيار؟ أنا قلت لك يعني تعتريه الأحكام الخمس. يقدر يكون واجب, يقدر يكون محرم, يقدر يكون مستحب, يقدر يكون مكروه, يقدر يكون مباح على حسب حالة الشخص. وهو ما تيطرحش مشكلة عندنا الآن. شنو اللي ترجعت لك السؤال؟ قول لي. دابا الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ما بغاش التعدد على بنته, رفضوا. ما ماشي رفضوا, ماشي رفضوا, ماشي رفضوا. هذاك اختيار. إذا شغي يقولوا يقولوا الله واش أنت الرسول صلى الله عليه وسلم احترم الله عز وجل بهذا المنطق, يفهمني؟ أييه. ولكن يقدر هو علي بن ابي طالب يا ربي بهذا المنطق اللي قلتي معايا دابا استعملتي غنستعملو معاك. شنو قلتي لي قبيله؟ قلتي لي واش غتفهم انت احسن من مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان المنطق علي بن ابي طالب يقولوا يا رسول الله صلى واش انت كتفهم سيدي ربي؟ لا ولا واخدك تكمل. شوف غير كمل, كمل الحديث. شي الواقعه من جبده كملها وترتاح, حيت انا عندي قناعه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالفش
امر الله عز وجل مزيان. اذا علي رضي الله عنه عنده قناعه بهذا الامر هذا، ولكن مثلا شنو قال؟ لا تجتمع ابنتي وابنه عدو الله تحتك يا علي. اذا ما قالوش ما تتزوجش مرأة اخرى، قال له هذيك اللي بغيتي تتزوجها بنت عدو الله الكافر ما غتجمعش مع بنتي. ما عقلش على الاسم ديالها، ما عقلش على الاسم ديالها، قال له هذيك ما تجمعش هكذا. دور الحديث صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. ورك مالها، ورك مالها، انت استدليتي بحديث فاطمه وانا كملت لك الحديث. قال له هذيك، هذيك بنت عدو الله ما تستمعش مع بنتي، تحط العصمه ديالك وصافي. صلى الله عليه وسلم سلم سلينا، ما فيها حاجه، ماشي مشكل كبير ولا الحمد لله. ودابا كيفاش فسر دابا مثلا عدد من الدول كتلقى كتراسها رئيسه ديال دكتور من كتحكم في القضاء وكتحكم في الاجهزه كامله كاع؟ وانا ما عنديش ناجحه امم مزيان، وانا ما عنده ماشي شغالي انا، انا بعدا انا شغالي هو حكم الله عز وجل. بغا يولي قاضيه، بغا يولي رئيسه، انا ما عنديش، انا معك مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا شوف اللي ما كنحطها في كتاب الله وكنحطها في سنه النبي صلى الله عليه وسلم كنمشي سالم عند ربي. حتى لا سولني نقول له راه مشيت على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، صافي وخرج واسع. هذاك اللي دار هذا الشيء هو اللي خصو يتسول. كاينه في القران، كاينه المراه ما تكونش قاضيه ولا ما تحكمش، كاينه في القران. وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليهم أو ما نزل إليهم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وكلامه عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله تبارك وتعالى. كتبقى القرآن خطوط العريضة التي تخرج منها أحكاما كثيرة. ما تضربش الكتاب وما تضربش السنة، هذا هو اللي كاين. أنا بغيت غير نفهم الطبيبة غتحل لك القلب ديالك. الله يحفظها ونجيها. وقلبي تحل لي قلبي انا ومصارني ومصارنك وغتعرفي شنو نقضك من الموت. هذا الكائن البشري اللي عنده القدره يدخل لك لجسمك ياك ويدير عمليه جراحيه ويدير فيك اللي بغيتي، واش ما يقدرش يفصل في نزاع بين جوج الناس مدابزين؟ شنو هي؟ خلي دابا تقول لي الناس، خلينا نخدموا عقلنا. هذه المراه هذه قادره تصاوب تليفون، تليفون كتصاوب. واحد في امريكا كيهضر مع واحد في سوق الأربعة، كيفاش دايزة ديك الدبدابة؟ كيفاش هاد؟ وملي غنجيب لها جوج الناس مدابزين على الحدود ولا الزرب، لا ما لا يول ما يمكنش تحكم. وهي هي تا المرأة زعما تا المرأة قادرة تنعس مع 10 درجة ديالها في نهار واحد وما عندهاش المشكل وما تعياش. واش بالك؟ كيفاش تنعس؟ ما فهمتش المثال. إيوا المثال راه واضح. إيوا راه جينا بالعقل، نقول لك تا المرأة قادرة تنعس مع 10 درجة ديالها وتعطيهم صوابهم وكل شيء يمشي فرحان وتمشي حالة دار تنعس، علاش غنلزموها براجل واحد؟ لا وتم العله باينه. ايوا وماشي ضروري تبان لك العله، وماشي ضروري تبان لك العله، ماشي ضروري في شرع الله، ماشي ضروري تبان لك العله. كما قال عمر يا لو قدام الحجر الاسود قال والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله قبلك ما قبلتك. ماشي ضروري تبان لك العله. عمر الموقف قدام الحجر الاسود شاف الناس يبوسوا تيعنقوا. طيب هاش الجاب هذه ديالها؟ شوف مثال عطيتك انا تندوي لك على حكم العقل في الشرع ما خدامش. الشرع ما تيقول لك لا لا ماشي ضروري انا نفهم، ماشي ضروري ان نفهم. اتفهم انت يا بان الله عز وجل وهو معكم اينما كنتم، كيفاش يكون معايا انا هنا ويكون مع هذاك ويكون مع هذاك؟ ما غتفهمش. عقلي انا حابس هنا، عقلي انا تنعرف فين نخدمه، ما بقاش انايا ندير بحال الفلاسفه حياته كامله وتقلب على وجود الله تاتي يبغي يموت يكوى ادركت ان الله واحد. لا تبقى نضيع راسي ونضيع وقتي، لان الاسلام عطاك الحقائق الناجزه الواجده الجاهزه، لاني ماشي انا اللي قلتها وماشي انت اللي قلتها، قالها رب العالمين الذي يعلم السر واخفى. لا انا قلت لك كاين في القران دابا، ما كاين في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. دابا اسمعني مع احترامي، راه كاينه بعض الناس ماشي انا تيشكوا في ذاك الحديث. هو بشكون شغلهم؟ علاش قلت لك القران اللي ما كنسيبوا فيه شغلهم؟ ان نزلنا لا لا واش شكت في القران؟ لا ما كاينش لا يشكك في القران، اللي يشكك في السنه يشكك في القران. على شنو هو المنطق اللي خلاه؟ وشنو الاحاديث كلها صحيحه المعمول به ثبتت صحته وثبتت صحته، علاش اختلفوا؟ الحديث راه صحيح. علاش نقول لك هذه المراه؟ لان غريب الاسلام، غريب القران، الله عز وجل انه المراه ما تكونش قاضيه، هادشي علاش الناس كينطلقوا. فهمتيني؟ كيعطي واحد الصوره ما يمكنش الاسلام بسعه صدره بحكمته. علاش ما تكونش امامه في الجامع تصلي بينا تاهي تقول نستاو تراسوا تركعوا تسجد تاهي؟ علاش؟ علاش ما تكونش؟ ونسولك انت. انا سولت انا. ونسولك انت ودابا انت كتسول بالعقل، بقاو نسولوا حنا بالعقل. في القران لا ما تكونش. ودابا انت نسولك انت ما كايناش في القران، نسولك انت. نسولك انت علاش ما تكونش؟ الاسلام لا يؤخذ بالعقل. لا لا بلاش. وانما يؤخذ لا لا يفلح لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه، ومن شروط الامامه الذكوره. وسالينا. والنهار اللي المراه وقع كتب عليها اللي كتب بقاو حنا بلا امام. النهار اللي كتب عليها حق الله بقاو بلا امام حنا. النهار اللي قلقها راجلها بقاو بلا امام. دابا من هذا الباب هذا. حنا
ما عمرنا ولو اوتينا عقولا جباره اننا نفسروا العلل الشرعيه. صحيح نفسروا العلل الشرعيه اي حكم نجيبوا له العله. ولذلك الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما جرى بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تجلس الشرع عطى الله فين تفكر، فكر اخويا في اسباب النهوض بالامه، فكر في اسباب النهوض بالاقتصاد، فكر في كيفاش تحل مشكل الماء، مشكل البطاله، مشكل ديال 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 المحسوبيه الزبونيه، فكروا في هذا الشيء هذا، خليوا عليكم هذه الامور هذه الاخرى. ملي كاين علاش حنايا مركزين على شرع الله؟ ما فهمتش علاش هاد العلمانيين والحدثيين اي حاجه بغيت نسوق واحد السؤال اخي المهداوي الله يرحمه، هاد العلمانيين هادو عمرك سمعتي تيهضر على فضائل الصيام؟ والو عمرك سمعتي تيهضر على فضائل الحج؟ تيجي الصيف تيهضر لك على فضائل الحريه الجسدي، حريه يخليو مرات تعرى، ما يهضرش على هادشي. عرفتي علاش؟ علاش كسولوا الحماره قالوا علاش ما ولدتيش؟ قالت لهم عارفه ما يخرج الشغزال. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. والله المستعان. بقات لينا واحد النقطه ديال النسب، حتى هي نبغي نسمع الراي ديالك بخصوص النسب، يعني لا دي ان. واش يجوز دير لا دي ان ولا لا يجوز؟ لاثبات النسب. اثبات نسب، اين نسب؟ نسب ديال جوج علاقه غير شرعيه بغينا ندو. حرام، واخا كاع يثبت انه هو كيقول لك راه انا باه، راه انا اللي راه هذيك النطفه ديالي، ولكن الولد اللي فراش ولا العائل الحجر. هذاك الولد اللي نتاج علاقه غير شرعيه حرام. حرام. من بعد واش يمكن يتزوجوا ولا لا؟ يمكن يتزوجوا، ولكن الولد ما يلحقش بالنسب ديالو عقوبه له، لانه ما جابش ديك النطفه من طريق الحلال، جابها من طريق الحرام، وهذه عقوبه له. غيبقى دائما هكاك. غيبقى دائما هكاك، وهو الولد يتنسب لامه. الولد راه ما عندوش مشكل، الولد راه ما عندوش مشكل. ولكن غيقولوا عليه المجتمع ولد الحرام، اسمح لي. ما عندكش نسب، ما عندكش لا لا لا. وعلاش ذاك الولد عنده؟ لا اسمح لي، الولد ماشي هو السبب في هذا الامر الذي سيحاسب الام والزوج. ايه ولكن الضرر غيوقع عليه نفسي. ما غيوقعش عليه الضرر نفسي، بالعكس اخي. لا مع صحابه. شنو نديروا له؟ واخا شنو نديروا له؟ ماشي حنا. شنو نديروا له؟ كي غنديروا لذاك الطفل وسط المدرسه، صاحبه غيقول له انت ولد الحرام، ما عندك حتى سنين. ايه شنو غنديروا له؟ عطيني الحل دابا، ما تقولش لي انت كترك لي المشاكل وما كتعطيش لي الحلول. شنو هو الحل؟ هو انت اللي فكرت، هو انت اللي كتقول، انت اللي كتعتار. راك عندك مشكله. ها هي سيدي، انا ما غنديش ليه لا دين. شنو عطيني شي حل؟ انت درتي ليه لا دين؟ دراسته وتعقدوا في حياته. ها هي وانت اللي كتوهم هذا الشيء، هذا ما غيتعقدش دراسته، لان اصلا اللي كيجيبوا ولادهم من الحرام ما كيعترفوش بهم، راه ما شاده مؤسسه الرعايه الاجتماعيه. يقدر يغلط راجل ومراه، ما خصهمش يغلطوا طبعا. اذا وقع ويلحق ما عندوش الحق يلحق النسب، ما عندوش الحق يلحق النسب. وداك الطفل يعيش بلا نسب. يعيش بالنسب ديال امه. وباه لا حق له فيه. دابا حنايا باه لا حق له فيه، عقوبة له. راه هو يكب. الأب ولا الإبن؟ عقوبة الأب. وراه حتى الإبن معاقب هنا. ماشي معاقب، الإبن عايش، مالو هو السبب في داك الشيء. أنت تبغي ما عندكش نسب دباك. شنو هو؟ أنت. ما عنديش مشكلة، أنا هو اللي غيتحمل المشكلة. ما يشكلكش ضرر. ما يشكلليش ضرر، عرفتي علاش الشريف؟ عرفتي النهار اللي غنبداو نلحقوا النسب ديال العاهرات والنسب من العلاقات غير الشرعية، ما غيبقاش الزوج عنده معنى. وما يبقاش حتى هذا ولد الحلال عنده معنى، أي كيولي كي ولد الحرام كي ولد الحلال، وغتبقى تقول له بحال الشيعة ما عرفناك أنت واش ولد الحلال ولا ولد الحرام، ما عرفناك منين جي، ما عرفنا حتى شكون باك. إيوا علاش؟ لأن دابا النسب غيولي تسجل، جيبها من الحرام سجلها ولده، جيبها من الحرام غيولي اختلاط الأنساب. إيوا صافي، هي هادي، غيولي اختلاط الأنساب. وسالينا ما بقاش كاع علاقه الزواج، صافي سقط منظومه الزواج كامله من المجتمع، واش الشيء اللي باغين همايا. واخا زواج القاصرات سي حمزه، حدش بعد القصيره باش السن ديالها شنو؟ قانون 18 سنه. لا بمنطق الدين يعني الاسلام. بمنطق الدين راه المشرع المغربي راه نظر في يسميوها هما في سميتو في الحد الاعلى للبلوغ، قال في 18 حد الاعلى للبلوغ، قال 18 زعما قرينه البلوغ، قرينه البلوغ، قرينه البلوغ باش البلوغ تيكون راه بالحيض والانبات والانزال وداك الشيء اللي كتعرف انت. بالحيض. ولكن المراه الا بلغت قبل من هذا الشيء هذا تزوج، علاش ما نجوجوهاش؟ قول لي انت علاش ما نجوجوهاش؟ هذا هو السؤال. كيقولوا بان هذاك اغتصاب، وكيعتبروا هذاك يعني تيقول لك بانهم بيدوفيل يعني هذوك مراه. دابا عامين ولات بيدوفيل، دابا هي عندها 16 عام بلغات، 17 عام بلغات، 18 عام، فرق ما بين هذه وهذه بيدوفيل. دابا البنت عندها 14 عام دابا في هذا الزمان، زعما قاده تحمس وليد الزواج. علاش ما تحملوش؟ 14 عام. و 18 عام علاش ما تحملوش؟ فرق 4 سنين. وحتى البنت ديال 18 دابا نهضروا دابا. وفي خبارك السي المهداوي البارح 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 صدر قرار في ولايه ديال هاواي ان البنت عندها الحق، على القاضي عنده الحق يزوج البنت عندها 15 سنه. ونط ولايه ديال انديانا واريزونا وانديانا قالوا نفس المراه، قالوا بان يجوز تزويج البنت عندها 16 عام بشرط موافقه الوالدين ديالها. حيت علاش؟ حيت كنشوفوا حنايا الجرائم اللي كتوقع، كنشوفوا الاغتصابات اللي كتوقع، راه ما كيمشيو دابا فابور بلا زواج بلا والو.
بلا زواج بلا والو كيمشيو فابور. علاش اكبر نسبه الطلاق يكونوا البنات اللي تزوجوا صغار؟ فينا هي النسبه اكبر نسبه الطلاق طلاق اتفاقي 87000 حاله. علاش كيدير صلاه الطلاق؟ والطلاق اتفاقي شكون هما دوك البالغين الكبار؟ ولكن فوقاش تزوجوا؟ ايوا ماشي صغار. ايوا دابا واش تلقاو هي صغيره ولا تلقاو هي كبيره؟ صغار نقول لك دابا هادشي شي شوف احنا كنعرفوا عدد من الحالات كيتزوجوا صغار شويه حيت المنظومه ديال الاسره كتدخل العجوزه وكتدخل الاب كذا والصغار العجوزه والاسره ديال كلهم دائما مدخلين ياسين المهداوي دائما مدخلين فيك راه ما يمكنش اليوم تمنع الزواج القصير مثلا نقول لك نعطيك غير نعطيك مثال واحد ياك مثال واحد مؤسسه رعايه الاجتماعيه وحده عندها 16 عام تقدم لها واحد جا دار شي عمل خيري دار شي حاجه بانت له الدريه عجباته عارف مؤسسه الاجتماعيه شادير 18 سنه كيعطيها واحد 10000 درهم تيقول دبر على راسك ياك تيشوف تيشوف القاضي ان هذه بقات لها عامين وتخرج للزنقه مشروع عامين بقات لها هي عندها 16 عام 18 عام تخرج للزنقه هذا جا بغى يتزوج بها الراجل راه كتعرفوا ديما مزروب شافها عجباته خصو يتزوج بها ولا غيقلب على شي حاجه اخرى خصو يتزوج بها واش تعرض الملف على القاضي اش غدير لها تزوجها ولا تخليها انت عارفه من هنا عامين غتمشي في حاله وحده مات باها ولا مات تما عايشه مع راجل ما ولا عايشه مع راجل باها مرات باها كتكرفس عليها شنو نديروا لها نجوجها ولا نخليوها ايوا جاوبني على هاد القضايا هادو كنجاوب هنا انا راه كنقول لك شي انا من الصباح هادشي اللي كنت نعاود لك راه ماشي ديالي راه كنقول لك شي من سالينا وياك الحلقه نقول لك انا كيفاش كنفكر في هاد افكاري في هادشي كامل واش اللي بغينا نسمعوا حنا يا اخويا واش غتسمع دابا انا منين ندير حلقتي بوحدي انا دابا انا كنسمع هذه فكرتيني واحد القضيه كنتي سولتيني على كنتي هضرتي على قضيه ديال الحق النسب راه وقعت في طنجه في 2016 راه وحده كاين حكم قضائي عقلتينا الحكم القضائي شنو وقع فيها باش الناس يعرفوا بان المغرب راه ما تيلعبش راه جات هي رفع حكمت لها الحكم المحكمه الابتدائيه من خرج هو من الحبس ان ولده يتلحق النسب به ترفعت المحكمه الاستئناف الحكم هو تعترض عليه من ترفع المحكمه الاستئناف ترفع المحكمه النقد في الرباط ويترفع الحكم الفقهي كتذوقوني في واحد النقطه ملي كتلقاو النص كتمشيو للنص ملي كيعوزكم النص كتمشيو لشي واقعه ملي كنعطيك انا شي واقعه كتقول لي هذيك واقعه استثنائيه ملي نقول لك لا واحد المراه نعست بكراس هذه بعدا الطريقه في التفكير حيت علاش كنقلبوا على الحلول راه ماشي تنقلب على الحلول الراتي نقلب حلول مجتمع راه كيجي عندك دابا الدري كنعطيك انا شي واقعه كتقول لي وانت عاطيني واقعه استثنائيه وانت واحد هذا من انت كتجيب لي واقعه استثنائيه فين هي الواقعه الاستثنائيه مؤسسه الرعايه الاجتماعيه حبيت البنات كلمه في حق ثلاثه الاشخاص امين ابو عياش خويا ما تنعرفهاش ما الله ما تعرفهاش واش المعرفه الفيزيائيه يعني هكا ما عمري سمعت فيها وما عمري عرفتها شي مره قالت لك هادو بغاو يرجعونا اللور بغاو يرجعونا قرن 14 ل 12 باش يلعبوا بحال هكا بقيت كنضحك قلت لها ما عرفتش هادو واش كيسمعوا خطاب جلاله الملك في ذكرى ثوره الملك والشعب قال وان على عهد الحسنين ماضون ومتمسكون بما نحن به متمسكون على امتداد 12 قرن من الزمان بكتاب الله وسنه جدنا رسول الله على نظام البيعات وما يوافقه الدستور شكون باغي يرجعنا ما فهمتش حنا مع سيدنا الله ينصرو هو سيدنا الله يحفظه وينصرو الله ينصرو ياك داير المرأة على رأس المجلس الأعلى للحسابات زينب العداوي والسيدة كانت مفتشة عامة في وزارة الداخلية وألقت درسا من دروس الحسنية أمام جلالة الملك شنو المشكل دابا؟ وعلاش أنت ما باغيش المرأة تولي قاضية؟ ودابا القاضية ماشي هي رئيسة مجلس الحسابات وزينب العداوي راه زينب العداوي مجلس الحسابات ماشي قاضية لا بلاتي يا بلاتي بلاتي يا بلاتي يا بلاتي هذا الحكم هذا أنا فيه مع أنا تنمثل الحكم أنا تتبع حكم النبي عليه الصلاة والسلام الأمير كتبان له شي مسألة من المسائل هذا راه موضوع اخر ما تكفيش هذه الحلقه هذه الملك راه امير المؤمنين امير المؤمنين إيوة. والقضاء من وظائف الامامه اها زيد والملك راه دابا امير اها زيد كيمثل دابا امير كيمثل امير أيوة. يا ايها الذين شنو هي؟ اطيعوا الله ورسوله واولي امر منكم وشكون اولي الامر؟ هما الامراء ديالنا علماء وحكماء هو الملك هو الملك خصنا نطيعوه نطيعوه ونطيعوا العلماء ديالنا ايوا هو قال لنا القضيه دارها لنا زينب العداوي خصنا نطيعوه لا القضيه ماشي شوف بلاتي كي غنديروا لهذا بلاتي انا مع هذاك اجتهاد تكلمي في حق السي الفايد الله يهديه ويتوب عليه اخويا الله يهديه ويتوب عليه مسعيطلوش دابا رمضان هذا والله الا مسامحين من القلب شي حاجه بيني وبينه انا مسامحه ولا بيني وبين الله عز وجل نطلب ربي يغفر ليه عادي ونتلاقى به كاع انا عادي واذكره بالله ان قبل ها واذكره بالله ان قبل ابو حفص والله يعفو على اللي تلفو
علاش السيد مستشار وزير العدل وله مساهمات فكريه؟ المستشار لا يستشار. المستشار لا يستشار. المستشار لا يستشار. شكون هو المستشار في بلادنا؟ المستشار لا يستشار. شكون هو المستشار دابا؟ قلت انت هو مستشار. قلت لك المستشار لا يستشار. فهمتنا على قد الحال. شنو السياق هذا المقوله؟ شنو السياق هذا المقوله؟ لا قيمه لهذا المنصب هذا. المستشار لا يستشار. المستشار لا قيمه لهذا المنصب. شنو زعما هذا المنصب زعما؟ راه صافي منصب يعني كفاءه العلميه. شحال من واحد عنده منصب وما عندوش مسكين حتى ثمن؟ ولكن شيخ من الشيوخ هو. ماشي شيخ. وي كبير عليه بزاف. اللي كان كبير عليه من كلامه. وعنده اتباع. وشحال قرينا له؟ حتى اللي قريتي له كنتي ضحيه ديالو. اللي اجتهد ما كيبقاش صافي. لا فين اجتهد؟ فين اجتهد مسكين؟ واش هو الاجتهاد؟ ما عندوش مسكين. على قدو. لا ومشيت على قدو. تقدو ما كاينش. لا لا الله يخليك. شوف السي ابو حفص دابا هو ما كاينش معنا هنا. رجل نتمنى يحضر معنا ويرد على هذا الشيء اللي قلتي. كنشكرك السي حمزه الخالدي. الله يبارك فيك. دكتور الداعيه الاسلامي. كنشكرك بعد على سعة صدرك وعلى هذا الشيء ما تفضلت به. كنعتذر لك اذا كنت شويه. الله يبارك فيك. كتعرف دابا احنا مهنتنا هذا الشيء كامل فقط ننوب عن الغائب. لا يمثلون هذا الشيء اللي قلناه على اكثر من وجه. ونتمنى نتلاقاك في شي فرصه اخرى بحول الله. ان شاء الله باذن الله. عندك شي كلمه؟ واخويا كنتمنى يبقى منبر ديالك منبر يعني نزيه يوصل الحدث كما هو. ها الله يحفظك ولا يؤثر فيه. ونسال الله عز وجل ان يحفظ بلادنا ويحفظ الله يحفظك. اللهم امين. امتنا من كل سوء. اللهم امين. واش مبروك اخويا. اللهم امين. دكتور حمزه الخالدي. بهذا متابعات ومتابعي القناه نكون قد اتينا نهايه الحلقه. نشكركم طيب المتابعه والى اللقاء.